بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين محمد وآله والتابعين له بإحسان. أعزائي طلب الدبلوم البرمجيات وقواعد البيانات بالكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا، درسنا لهذا اليوم هو عبارة عن القوائم المرتبطة، وفي هذا الدرس سنقوم بالتعرف على القائمة المرتبطة من نوع أحادية التوجه أو أحادية الاتجاه، وكيفية بناء هذه القائمة، والعمليات التي يتم تطبيقها على هذه القائمة، مثل عملية الطباعة لعناصر معينة وتدريبات عملية بالجافا إن شاء الله. بداية، ما هي القوائم المرتبطة؟ بالمصطلح اللغة الإنجليزية تسمى لينكد ليست. هي عبارة عن هياكل أو بنى معطيات خطية لينير، يعني البيانات مخزنة زي ما أنت شايف لينير، لا تخزن فيها البيانات في مواقع متجاورة في الذاكرة، وترتبط العناصر بعضها ببعض بواسطة المؤشرات. لينير مش معنى إنه هذا زي الأري، إنه العنصر بيبقى مخزن في الموقع المجاور في الذاكرة، ولكن هذه العناصر تكون في مواقع عشوائية في الذاكرة، ولكن العلاقة بينهم إنهم يربطهم مؤشر يربط اللي هو النود او العنصر تبع الليسته بالعنصر الثاني. طبعا تتكون القوائم من حاجه تسمى عقده نود، وتحتوي كل عقده منها على ايه؟ حقلين، حقل للبيانات وحقل مؤشر يؤشر على النود المجاور، واشاره رابطه الى العقده التاليه في القائمه اللي هي هذه بتاشر على هذه. يعني عندنا احنا نود اسمها زي ما انتم شايفين ايه، النود A هذه هي رأس هي السلسلة، فيها بيانات، فيها حرف الـ A، وهذا مؤشر يؤشر على مين؟ على النود اللي بعدها، وهذا مؤشر يؤشر على النود اللي بعدها، وهذا المؤشر في الآخر لا يؤشر على أحد نظر، هذا بسموها سلسلة شيء. ليش بنستخدمها؟ يمكن استخدام المصفوفات لتخزين البيانات الخطية، والمصفوفات نفس الشيء من نفس النوع للبيانات، ولكن يعيب المصفوفات ما يلي من عيوبها: حجم المصفوفة قلنا إيش؟ استاتيك ثابت، لكن حجم الليست أو القائمة دايناميك. إيش يعني ثابت؟ وهذا يعني أنه يجب علينا معرفة الحد الأقصى لعناصر المصفوفة التي ستدخل في المصفوفة مسبقا قبل الرن، إلى جانب أن المساحة المحجوزة في الذاكرة تكون مساوية للحد الأقصى للمصفوفة، بصرف النظر عن عدد العناصر الموجودة فيها فعليا. يعني كيف؟ لو أنت رحت حجزت مصفوفة بالشكل هذا، ورحت أنت أخذتها بطول 3، خزنت هنا وخزنت هنا وتركت هذا فاضي، مش معنى ذلك أنت بس حجزت 2، أنت حجزت 3 كلهم في الذاكرة. تستهلك عملية إضافة عنصر جديد إلى المصفوفة الكثير من الذاكرة، وذلك لأن إضافة عنصر جديد تعني ايش؟ يعني ايجاد مكان له في المصفوفه، بدنا نلاقي له مصفوفه، لو مصفوفه مرتبه وبدنا نضيف حسب الترتيب بدها قصه، وهذا الامر يعني بدوره ازاحه العناصر الموجوده في المصفوفه عن موقعها. لو شفنا مثال هنا، تعال الصوره هذه، بقول لك لو انا بدي اضيف الرقم 1100، ال 1100 وين بده ينضاف؟ بده ينضاف هنا. معناها انه انت عشان تضيف ال 1005 قصدي بدك تضيفه قبل ال 1010، فمعناها انه بدك تعمل ازاحه لكل المواقع هذه شيفت على اليمين، وهذا يؤدي الى زياده وقت التشغيل وزياده اهدار واستهلاك غير صحيح لمساحه الذاكره، لانه انا لما بخزن بحجز مصفوفه من 10 بخزن فيها 2، معناها انه 8 عناصر فاضيه. وهنا ياتي دور المصفوفه المتصله، حيث ان من ميزاتها قابليه التوسع والتقلص اثناء الران تايم، يعني هي دايناميك، يعني مش بتحجز ما بتعرفش انت قديش بدها تاخذ، تمام؟ حسب العناصر الموجودة في القائمة. قابلية إدراج عنصر وسط عناصر القائمة بآلية الترتيب، يعني ممكن وأنت تضيف تضيفهم وهم مرتبين، حتى لو بدك تضيف هنا ما عليك إلا تحط عنصر هان اللي هو الـ 1050 أو الـ 1005 وتشبكه مع اللي قبل وتشبكه مع مين؟ مع اللي بعد. هيك معنى السلسلة اللي موجودة. نتعرف على أهم مصطلحات اللينكد ليست. أول مصطلح اسمه العقدة النود. النود عبارة عن سجل أو عنصر في القائمة يمثل وحدات مختلفة من الذاكرة المعنونة،
ويحتوي على جزء البيانات وجزء آخر يحمل عنوانا يشير إلى العقدة التالية. إذا أي نود، لو عندي نود بعمل زي كده، هاي نود، فيها حاجتين، هنا فيها الداتا اللي هي البيانات بتاعتك، وهنا فيها ايه؟ مؤشر يؤشر. طبعا اول مره ما باشرش على حدا، مؤشر باشر على النود اللي بعد. الداتا حقل البيانات هو الجزء الذي يحمل العنصر الحقيقي في قائمه وبيانات، والبوينتر اللي هو المؤشر احنا خلينا نتعامل معاه نقول اسمه نيكست. نيكست باشر على عنصر ثاني من نوع نود، يحتوي على قيمة بيانية معينة تحدد موقع تخزين العنصر التالي في القائمة، غالبا ما تكون مكتوبة بالنظام الثنائي أو السادس عشر. هذا كلام يعني ما بنحتاجوش حاليا. كيف بنعرف العقدة النود بالجامع؟ طلع معي. أول شيء بننشئ كلاس اسمه لينكد ليست أو وات ايفر، ممكن نسميه ليست أو لينكد ليست. اللينكد ليست في قلبها ايش؟ نود كلاس، هاي العقد. النود في قلبه داتا من نوع انتجر، وفي قلبه نيكست من نوع مين؟ من نوع نود اللي هو هذا. هل لقيت هذا كونستراكتور له؟ الكونستراكتور ايش بياخذ؟ انتجر داتا، والداتا بتساوي ايه؟ اللي هي هذه اللي جايه بتساوي هذا، او بنقول ذيس دوت داتا بيساوي الدي، وبنقول ذيس دوت مين؟ نيكست بيساوي نل، ممكن نحط نل نسفره. لانه اول مره بتكون نل، تمام؟ يعني ممكن نضيف هنا سطر قبل هنا ونكتب ايه؟ this الكلاس هذا دوت next بيساوي ايه؟ بيساوي نل. لكن عفرض انه اول مره فهو عباره عن ايش؟ نل. ممكن احنا نحطه بالشكل هذا، تمام؟ والنود عرفنا ايه؟ راس القائمه. اذا في دائما مؤشر باشر على القائمه اسمه هيد، باشر على مين؟ باشر على اول عنصر في القائمه اللي هو راس السلسله، من خلاله هو بقدر اتنقل واقرا سلسله. لو كان فيش عندي هيد يعني معناه فيش عندي قائمه، تمام؟ اذا القائمه تبعتنا اول عنصر باشر عليه مؤشر اسمه هيد، والهيد من نوع مين؟ من نوع نود بسموه راس القائمه. طيب هاي الكلام هذا، هاي عندي قائمة، هاي الهيد بأشر على أول عنصر، هاي الداتا، هاي النكست، هذا بأشر على الثاني، وهذا بأشر على الثالث، وهذا بأشر على هذا، وهذا في الآخر بأشر على مين؟ على نل. هذا بنسميه تيل، يعني إيه؟ الديل بتاعه تيل، تمام؟ التيل اللي هو بأشر هنا، إذا هذا التيل وهذا إيه؟ الهيد، معناها بأشرش على إيش؟ تمام. لو بدي اعرف انا امشي على السلسله بمشي عليها واحد واحد، بعرف نهايتها لما اصل التيل، لما بكون اخر عنصر باشر على مين؟ على نل. نحفظ هذا، تمام. نشوف حالات الاضافه. لو انت عاوز تضيف، في ثلاث حالات للاضافه. الحاله الاولى بسموها اضافه عقده جديده في بدايه القائمه، يعني وين بدك تضيف؟ بدك تضيف في الهيد. الحاله الثانيه بدنا نضيف في الانت في الاخر، والحاله الثالثه بدنا نضيف بين عقدتين. لو كانوا عندي مرتبين بدي اضيف بالعقدتين. نشوف كيف بنعمل عمليه اضافه بالحاله الاولى اللي هي اضافه عقده جديده في بدايه القائمه. طبعا هذه الرسمه بتوضح البروسيجر الاداء وهذا الكلام بتاعها. الخطوات بقول لك اول شيء القائمه يجب ان تكون موجوده. ايش يعني موجوده؟ يعني بدك تشوف اذا كان فيها هيد، الهيد باشر على شيء ولا باشر على نال. اثنين، قم بعمل عقده جديده باسم تم تشير الى نال، يعني التم بهذه عقده جديده او نيو نود. في حال انه الهيد يشير الى نال، اجعل الهيد يؤشر على العقده الجديده. لو كان هذا نال خليه يؤشر على التم، والا التم يؤشر على الهيد، واجعل الهيد يؤشر على العقده الجديده، واجعل مؤشر يؤشر على العقدة التالية. نعيد الكلام هذا بأكثر وضوح. ستارت، نبدأ. بنعمل ايش؟ عقدة جديدة، نيو نود، تمام. بنيجي بنفحص إذا كان الهيد بيساوي نل، يس، إذا كان يس
خلي الهيد ياشر على ايش؟ لنيو نود، يعني بصير عندي سلسله فيها عقده واحده، يعني كان فيش سلسله وانا عملت سلسله من عقده واحده وبوقف. غير هيك اذا كان الهيد مش نال اعمل النيو نود دوت نيكست، يعني العقده الجديده النكست تبعها بياشر على الهيد، وخلي الهيد يرجع ياشر على مين؟ بياشر على نيو نود. نشوف الكلام هذا كيف بصير. لو اجيت انا اضيف الاي هنا، لو كان عندي انا بي وسي ودي ونال، فالاي هاي نيو نود اللي هي التمب هذه اللي انا سميتها تمب، معناها انه انا بدي اخلي الكلام هذا بكتر. اول شيء طلعت الهيد مش نال، فبخلي المؤشر تبع الاي وين ياشر؟ على الهيد. الهيد وين بياشر؟ بياشر هنا، تمام. وبعد هيك ايش بعمل؟ بخلي الهيد ياشر وين؟ على نيو نود. يعني صارت السلسلة عندي، الهيد صار عندي A والـ A بتأشر على B والـ B بتأشر على C والـ C بتأشر على D، تمام؟ نرجع بنقول new node next بأشر على الهيد والـ head بأشر على new node، بأشر على مين؟ على الـ head، والـ head بأشر على new node. هاي الـ A dot next أشر على الـ head والـ head كان يأشر على الـ B، وصار عندنا الـ head بأشر على التمب وخلصنا. وهذا التمب تم بالشكل هذا. لو بدنا نضيف في الآخر، أول شيء لازم أنه يكون يجب أن تكون موجودة وتحتوي على عنصر. العقدة الجديدة تشير إلى نل لا شيء. إذا كان الفيرس يشير إلى نل عبارة عن مؤشر مؤقت لتخزين قيمة المؤشرات المطلوبة، اجعل الفيرس يشير إلى العقدة الجديدة، وإلا ابحث عن آخر عقدة. اجعل المؤشر آخر عقدة يشير إلى العقدة الجديدة. لا يوجد مخرجات لأننا فقط أنشأنا العقدة ولم نطلب عرضها، تم إضافة عقدة جديدة. نشوف الكلام هذا كيف بدأ. أول إشي العقدة، افترض أنه هذه العقدة مش موجودة، فإحنا أنشأناها الأف، بنمشي للهيد لما نوصل لمين؟ للنال. هنا كيف بنمشي؟ بوايل لوب، واي الهيد نوت إيكوال نال، بنوقف هنا في اخر شيء، بنخلي اللي في الاخر اللي وقفنا عنده ياشر على مين؟ على الاف، والاف دوت نكست ما هي نل، خلصنا. نعيد الكلام هذا، استار انشاء عقده جديده نيو نود وادخال بيانات. حاضر، النيو نود بتساوي نيو نود داتا، نيو نود دوت نكست بيساوي نل، صار عندي الاف زي كده. قول حطيت فيها الاف وهذه ايه شطبتها، وهي ايش بيأشر عليها؟ نيو نود هي الاف. هل قلت اذا كان في نل وين بده يضيف؟ بده يخلي الهيد يأشر عليها وخلصنا، لو كان ما فيش في الهيد اي حاجه. غير هيك بدنا نجيب last dot next بيساوي not equal null. ايش يعني last؟ تمك امشي امشي امشي، وين last؟ ها last بتخلي مؤشر ياشر هنا، هاي last، هذا مؤشر من نوع نود، اشر على اول واحده. النكست تبعه null لا مشي هنا، النكست تبعه null لا مشي هنا، النكست تبعه null اه وقف هنا. اذا النل اللاست وين واقف؟ هنا بياشر على هذا. طيب لما اللاست دوت نيكست نوت ايكوال نال، لا مشي مشي تمك مشي، لما يوصل ل ل للنال يس بنصير لاست دوت نيكست بيساوي نيو نود. يعني ايش صار لاست دوت نيكست اللي هو هذا بيساوي نيو نود، خلاه ياشر على ونيو نود وخلصنا. ماشي، مع العمل حنطبقها بشكل اكبر. لو بدنا نضيف بين عقدتين، الإضافة بين عقدتين القائمة يجب أن تكون موجودة وتحتوي على أكثر من عقدة، تمام؟ العقدة الجديدة تشير إلى نل لا شيء. إذا كان الفيرس يشير إلى نل يعني أن العقدة السابقة غير موجودة، اطبع ايرور، وإلا ابحث عن العقدة السابقة، اجعل الفيرس يؤشر إلى العقدة الجديدة، اجعل مؤشر العقدة الجديدة يشير إلى العقدة اللاحقة،
لا يوجد مخرجات. طيب ممتاز، نشوف الكلام هذا بشكل تاني. هي عندي هيد، طبعا اللي بدي اضيفها هنا التمب اهو، تمام التمب هاي. كيف بدي اضيفها بين الاي والاي؟ بدي امشي 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 لحديت النقطه هذه. النقطه هذه اللي هي بنسميها فيرست، بدي اخلي الفيرست دوت نيكست ياشر على التمب، والتمب دوت نيكست ياشر على فيرست دوت نيكست ياشر على هذا، وهذا بروح لحاله. تمام؟ طبعا هذا بالكلام احنا يعني شايفينه شويه صعب، لكن هو عباره عن شيء سهل جدا. بعد هيك حنتطرق الى عمليه حذف عقده من البدايه، وحذف عقده من النهايه، وحذف عقده بين عقدتين في القائمه. هذا موضوعنا لليوم بشكل بسيط، الان نشوف بالشكل العملي كيف نتدرب عليه. حنعمل مثال شامل للكلام هذا.